أهلا وسهلا بكم مع الحلقة الثانية من برنامج كواليس الاقتصاد. حلقتنا اليوم حول التمويل الدولي، فهل المساعدات الدولية شر لابد منه؟ هل حولت المساعدات الدولية الفلاح إلى متسول بتوجيه البوصلة إلى المساعدات والمعونات بدلا من الإنتاج؟ أيعقل هذا 50% على الأقل من أموال المانحين تعود للمانحين أنفسهم على شكل رواتب ودراسات بأطنان من الأوراق، ورش عمل هنا وهناك، وسندويشات الدجاج المسحب دون عناوين دون تخطيط، المهم نخلص اللي بين ايدينا لنطلب غيرهم بحلول العام القادم. هل الاحتلال من يتسبب بإعاقة التنمية والنمو، ام انعدام السياسات الداخلية المحركة، ام كلاهما؟ هل قضت المساعدات الدولية على إمكانية استقلال القرار الفلسطيني؟ المساعدات الدولية هل من تنمية؟ اهلا وسهلا بكم مره اخرى. برحب فيك دكتور عادل سمان، ضيفي في برنامج كواليس الاقتصاد. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. كما تعلم عنوان حلقتنا اليوم حول موضوع التمويل الدولي او ما يسمى بالمساعدات الدوليه وعلاقتها بالتنميه او النمو اذا وجد في البلاد. بدايه بدي ادخل للمدخل العام لموضوع التمويل الدولي والمساعدات والمعونات وكل ما يندرج تحت إطار التمويل الدولي اللي بنتلقاه من عام 94 حتى اليوم. هل هناك جدوى اقتصادية للتمويل للحكومة الفلسطينية على قاعدة بأنه أي مشروع في العالم بحاجة لجدوى اقتصادية حتى على مستوى شركة؟ فإذا كان الحديث عن مؤسسة حكومة كاملة ترعى شعب بأكمله، إذن الأصل هناك جدوى اقتصادية لما يسمى التمويل الدولي أو المنح أو المساعدات وكلها بنفس الإطار. تفضل دكتور عادل سمار، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. في الحقيقة يعني من ناحية اقتصادية بحتة بعيدا عن الجانب السياسي، أي مشروع اقتصادي اجتماعي يجب أن تكون له دراسة جدوى اقتصادية. نعم. أنا أعتقد أن المشروع الحكم الذاتي الفلسطيني لم تقم أو لم توضع له دراسة جدوى اقتصادية حقيقية، لأنه لو وضعت لكانت النتائج غير مبشرة من البداية. ولذلك كان من الصعوبة بما كان أن تسير العجلة الاقتصادية في هذه المنطقة في الضفة والقطاع بشكل معقول لسبب أساسي جدا، وهو في غياب السيادة السياسية لا يمكن أن تكون هناك سيادة اقتصادية، يعني بمعنى أن الطرف المتحكم بسيادتك يتحكم باقتصادك. هذا من جانب. من جانب آخر ما يتعلق بالتمويل الأجنبي أو دور رأس المال الأجنبي في التنمية، عادة لدى المدارس الاقتصادية بتعددها باليمين وباليسار وإيش ما بدك، وجهة نظرها بتكون ليس المال هو العامل الأساسي في التنمية، ليس رأس المال، وإنما العامل البشري والقرار السياسي والسيادي. إذا توفر العامل البشري بمعنى قوة العمل المدربة والمتعلمة من جهة، وقرار سياسي سيادي من جهة ثانية، هذا الأساس. بعد ذلك هناك دور المال. إذا عكست العملية يمكن أن يهدر المال في مشاريع تبدأ وتنتهي دون أن تكون عمليا منتجة. هذا من جانب. من جانب آخر، المساعدات الدولية ما يسمى لدينا عند الفلسطينيين المساعدة، هي الحقيقة ليست مساعدة. المساعدة تعني أنا لديك مشروع قائم وفي وضع معقول ولكن يحتاج إلى دفعة صغيرة. لكن التمويل وهو هذا ما يحصل هنا، هذا يعني أن اعتمادك عالي جدا على الآخر. اعتمادك عالي جدا على الممول، ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. ولذلك أنا يعني باختصار في هذا المستوى، أنا يعني بفضل أنه كل الاقتصاديين الفلسطينيين أن يستخدموا مصطلح التمويل وليس المساعدات. هلا يعني سميناها تمويل دكتور، سميناها مساعدات، سميناها منح، هي أموال. نعم. مليارات ملايين من الدولارات بتيجينا بشكل سنوي، بتروح طبعا جزء منها للحكومة، جزء للمنظمات الغير حكومية، وجزء حتى للقطاع الخاص. خلينا اليوم في جزئية التمويل القادم من الحكومة. ذكر عديد من الأرقام، آخرها أعتقد كان بنحكي عن حوالي 24 مليار. قبل ما ندخل في موضوع الأرقام وتفصيل هذا التمويل، هل تنسجم مع النظرية الاقتصادية العالمية؟ بمعنى في هناك قوانين وسنن تحكم التقاليد الاقتصادية كيف تنفق،
من أين تأتي بالمال وكيف تنفقه حتى تحقق تنمية بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة بحسب الهدف اللي أنت وظفت فيه هذا المال. المانحين بصورة عامة أو اللي قدموا هذا التمويل أعلنوا أنه إحنا بنقدم هذا التمويل الغاية منه لنلمس تأثير مباشر على حياة الناس على المجتمع الفلسطيني. هل هذا الحكي حصل واقعيا ولا ما حصلش؟ في الحقيقة يعني الدول التي تمول عمليا نعم تحدثت بذلك، وتحدث المصرف الدولي أو البنك الدولي بذلك وقال نريد أو يجب أن نرى تأثير هذه الأموال على الشارع الفلسطيني. تمام. وكان يقصد البنك الدولي بشكل واضح أن هذا التمويل هو لتثبيت اتفاقية أوسلو والعلاقة ما يسمى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي يجب أن يشعر المواطن الفلسطيني أنه استفاد بدرجة ما من الرفاهية من هذه العملية حتى من هذا التمويل حتى يتم تسيير العملية السياسية. وهذا يعني بالاقتصاد أننا نحصل على ريع مالي، والريع معنى رنت يعني بالإنجليزي، اللي هو عبارة عن تمويل من الخارج لم ننتجه نحن، يعني هو أتى من الخارج من أجل هذا الريع المالي من أجل أن تستمر العملية السياسية. وهنا أود أن أشير إلى قضية أيضا، الذين يدفعون الأموال، الدول التي تدفع الأموال أو التي تمول عمليا يجب أن ننتبه أنها لا تراقب كثيرا، لسبب هي لا تعطيك قروض، أغلب التمويل ليس قروض. وأيضا هو ليس شراكة اقتصادية، عندما تقدم دولة لدولة مبلغ معين من المال لشراكة اقتصادية بمعنى أن يتم استثمار هذه الأموال وبالتالي أن يكون هناك تبادل ما بين الطرفين. نحن نأخذ ولا نرجع، يعني فلوس تدخل ولا تخرج، بمعنى نحن لا ننتج ونصدر. وأيضا ليست قروض، بأن لو كانت قروض لكان المقرضين دققوا في مسألة أنه هل أنت توظف في عملية إنتاجية أم لا. إذا لا توظف عملية إنتاجية ستعجز عن السداد، وذلك لأنها تأخذ هو تمويل يأخذ شكل هبات إلى حد معين. هذا يطرح سؤال، لماذا لا يراقب أو لا يتابع الذين يمولون، لا يتابعون عملية تنموية؟ ونحن نتحدث عن 20 سنة، يعني لا تحدث عن في إجابة على هذا السؤال دكتور ولا ما في؟ لماذا لا يراقب ولا خلص هي القضية أنه إحنا خصصنا في هذا العام 10 دنانير للوزارة الفلانية أو لتمويل الفرع الاقتصادي الفلاني، وبغض النظر وين راح ما حدا بيسأل، هيك القاعدة يعني دكتور؟ أنا في تقديري أنه السؤال هو يعني من يمكن نجيبه من مدخل آخر، الذي يمول لا يسأل ولا يراقب، مع أنه في يعني ولجنة الركاد اللي تكونت من الاتحاد الأوروبي وأصدرت تقرير لها قبل أكثر من 10 سنوات، وقال التقرير هناك خلل في عملية إنفاق الأموال في عند السلطة الفلسطينية وسموها فساد، أصدروا كتاب عن هذا الموضوع. نعم. ولكنهم استمروا، هذا بدليل أن العملية استمروا بنفس المنهجية. نعم. هذا يدل يؤكد قضية أن العملية التمويل هنا ليست عملية اقتصادية، وإنما هي عملية اقتصادية من أجل هدف سياسي، وطالما الهدف السياسي وهو استمرار اتفاق أوسلو حيا، إذا الممول في حالة مرتاحة. هذا هو السؤال، طالما هو حقق هدفه من خلال هذا تماماً. يعني هو بالنسبة له هذا المال حقق هدفه طالما الهدف السياسي بالضبط، وطالما استمر الهدف السياسي فليست هناك مشكلة. وهذا يدفع إذا أردت يعني لمسألة، وهذا أنا ناقشتها مع كثير من الأوروبيين في الحقيقة الذين يتخصصون في هذا المجال. إنه التطور الرأسمالي في كل الغرب كما يقولون هو لأن يقولون هم هناك النظرية التي أنتجها ماكس فيبر، أن هناك ما يسموه الأخلاق البروتستانتية، يعني التي فيها الشفافية والدقة والجدوى الاقتصادية وكافة هذه القضايا. فسألت ذات مرة، طب لماذا تطبقوا هذا في أوروبا ولا تطبقوا لدينا مع أن الأموال منكم؟ طبعا لم يكن هناك إجابة، لم تكن هناك إجابة اقتصادية. بمعنى يعني نقدر نحكي هيك دكتور، هل هناك أخلاق للتمويل؟ هو يجب ولا ما في أخلاق للتمويل؟ هو يجب أن يكون، يعني حتى التمويل بده شوية أخلاق ولا العملية خلاص؟ يجب أن تكون مبلغ من المال بدنا ننفقه وحققنا أهدافنا السياسية. إذا لم تكن يعني هل تعتقد أن التمويل الحالي سواء من جل الدول ولا من كلها بين قوسين، في أخلاق اقتصادية؟ في له أخلاق ولا ما له أخلاق؟ أنا أعتقد أنه لا توجد أخلاق، لا توجد أخلاق، لا توجد أخلاق. لكن هناك بعض من يدفعون الأموال من الدول التي تمول لديهم بعض المواقف الإنسانية لمساعدة الشعوب الفقيرة، لكن هؤلاء ليسوا المعامل المقرر والأساسي. يعني هنا يجب أن نفصل بين الجمهور الذي في بلدان الأوروبية مثلا أو في كذا الذي يقدم بعض المساعدات، وبين السلطة السياسية التي هي قناة إيصال الأموال وهي التي توقفها وتطلقها. طب هلا
اتفقنا او ما اتفقنا انه كان لهذا التمويل اخلاق او ما كان له اخلاق، هل له يعني حاصل كل 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 جهه ادرى باخلاق اموالها وهم بيربوه زي ما بدهم وبيبعثوا له زي ما بدهم، تمام سيدي؟ نعم. السؤال، طرحنا بالبداية قضية الجدوى الاقتصادي وهذا كان عنوان العنوان الرئيسي لموضوع ربط التنمية بالمساعدات أو إذا أطلقنا التعبير الصحيح هو التمويل، بغض النظر كان مساعدة ولا خلافه. 24 مليار دكتور تقريبا نحكي عن 24 نعم مليار، هذا أعلى رقم يعني بداية عنه. إذا أنا عندي مؤسسة برأس مال 100,000 دولار، الأصل أني أنفق لي أول 10,000 دولار بس أعمل جدوى اقتصادية، هل هاي 100,000 دولار راح تعطيني استثمار خلال الأربع سنوات أو خمس سنوات؟ شو الناتج؟ شو الكلفة الشهرية علي بصورة دائمة؟ توظيف، رواتب، مصاريف أخرى؟ هل كان هناك جدوى من الحصول على 24 مليار خلال السنوات الماضية؟ كيف وظفناها؟ وين وظفناها؟ هل في تقارير شفافة تماما بنقدر نحكي هاي المبالغ راحت وين بغض النظر إلها أخلاق ولا منهاش أخلاق؟ يعني أولا يعني الذي يجيب على التقارير الشفافة في الحقيقة هو يجب أن يكون السلطة أو يجب أن يكون الشخص قريب من السلطة أو من صنع القرار. أنا في الحقيقة لست في هذا الموقع، وبالتالي يعني هذا ما يجب أن يطلب الجمهور من السلطة بشكل واضح، أن يكون هناك أن تكون هناك. هذا يعني أنه ما في دكتور على الأقل في حدود ما في حدود ما أعرف، لا يوجد كمفكر عربي وكباحث مطلع، يعني هل هناك ولا ما في؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد. لا يوجد يعني سأقدم ملاحظة ربما تساعد في هذا الموضوع. قبل حوالي فترة معينة كان في نقاش على مسألة الشفافية ومسألة الفساد والأمور هاي، فسألت أنا أعتقد كان أحد يعني من فاتن ربما من إحدى المؤسسات التي تتابع مسألة الفساد، فقلت ماذا حصل في فلوس التي أخذها من يتهمون بالفساد؟ فكان الجواب أنه هذه موجودة عند السيد رفيق النتشة. بس هذا مش جواب، لأنه أنا أيضا لست حري أروح أسأل السيد رفيق النتشة شو عمل في الملف الفلاني. المفروض أنه أنت تطرح أنه الفلوس التي ضاعت كذا وكذا ومتهم فيها عادل سمارة أو فلان أو فلان، وبالتالي يعني أن تقدم للمجتمع رقم معين أو على الأقل دلالة معينة. أنا أعتقد هذا غير متوفر، غير متوفر حتى الآن غير متوفر. طيب إذا كنا بدنا نحكي عن تمويل مساعدات أموال مليارات، الغاية منها إذا بدي أفهمها أنا وأنت على الأقل كمواطن عادي أنا وياك في الشارع الفلسطيني نبحث عن شيء من التنمية على الرغم من المعيقات الموجودة، ماشي الحال، هل تقديرك السواد الأعظم من هاي الأموال وظف لتقديم خدمة أو بمعنى لنمو قطاع خدماتي بدلا من القطاع الإنتاجي على قاعدة أنه في هناك مؤشرات بتشير أنه القاعدة الإنتاجية عندنا انخفضت أكثر من 35% خلال الأعوام الخمس الماضية لحالها؟ بمعنى هاي الأموال بغض النظر بدنا نفترض أنه كل قرش فيها وظف في مكانه، السؤال ما هو الناتج؟ ما هي مخرجات توظيف 24 مليار خلال ال 18 سنة تقريبا الماضية؟ فقط قدمنا فيها خدمات بمعنى توظيف وإلى آخره، أم عملنا فيها شيء له علاقة بالإنتاج؟ وطبعا هنا بشير لقطاع الزراعة، يا ريت نحكي فيه بشكل أوضح. يعني خلينا نقول ملاحظة، أولا هناك في مشكلة فيما يسمى الرقم الفلسطيني، يعني بمعنى أن في كل فترة يطرأ رقم. الآن مثلا يمكن أن تجد رقم يقول هناك 15 مليار صحيح. ورقم يقول هناك 24 صحيح. ما هو الرقم الحقيقي؟ أين هو الرقم الحقيقي؟ هذا السؤال. وبالتالي مين تقديرك اللي لازم يجاوب على هذا السؤال؟ السلطة بشكل يعني المفروض في... أنا وياك عفوا كباحثين متوجه لموقع وزارة التخطيط. تماما. أنا شخصيا ما شفت هذا الرقم على موقع وزارة التخطيط. ممكن ذكر 15، ذكر 14، ذكر غيره. وهذا هذا أحد الأسئلة. على الأقل يجب أن يوحد الرقم وأن يدقق الرقم، ليس فقط واحد. ولكن على أي حال في الفترات اللي ما بعد ما يسمى بالاستقلال، إذا كان حصل لدينا استقلال، تسمى الدولة في تلك الفترة مرحلة النيشن بيلدينج، يعني بناء الدولة. ولذلك يجب أن تكون هناك شفافية عالية ودقة عالية في الأداء الاقتصادي، لأنه أنت تقيم مشروع من بداياته. طبعا لم تحصل جدوى اقتصادية ماشي، لكن على الأقل كان يجب أن تكون هناك إدارة مالية دقيقة ومناسبة، وأن يكون هناك إعطاء كل قطاع ضمن حقه في المساهمة في إعادة المجتمع. يعني هذا بلد زراعي وليس صناعي،
والأرض مهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال، وذلك كان يجب أن يكون هناك تركيز على الزراعة. كل الأرقام بغض النظر عن التفاوتات تقول أن الزراعة تدهورت. هسه نسبة التدهور قد أختلف معك، أختلف مع وزارة الزراعة أنه ب 35%، المهم لماذا تتدهور الزراعة في بلد عمليا معظم السكان فيها من الريف، واعتمادهم ما قبل 67 كان على الزراعة، لماذا تراجع هذا القطاع؟ بمعنى باختصار إذا أردت، الأموال التي تأتي لماذا لم يخصص قسم كبير منها لقطاعات الإنتاج وخاصة القطاع الزراعي وإلى حد ما القطاع الصناعي؟ لأنه دكتور البعض بدي أنه إحنا مش أصحاب قرار في هذا الموضوع. مش أصحاب. أنا كممول أنا بفرض عليك أجندتي وبقول لك بالحرف الواحد وظف هذا المال بالمكان الفلاني، والزراعة كانت آخر 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 المحظوظين، والحكومة نفسها بتنفق على الزراعة أقل من 1% بالوقت اللي بعتقدش في عندنا موارد أخرى. طيب. بمعنى هون الإجابة التقليدية عن هذا السؤال دكتور، إحنا مش أصحاب قرار، أنا بيجيني تمويل بيقول لي اصرفوا في المكان الفلاني. هو الحقيقة أنا هذه الإجابة ما سمعتها أو لا أسمعها من السلطة. يعني السلطة لا تقول أن التمويل الأجنبي مخصص لكذا وكذا وكذا. هناك في بعض الأماكن بعيدا عن السلطة، يعني أنا اشتغلت فترة في اليو أن دي بي ما قبل 93، وكان أحد نقاشاتي مع مدير اليو أن دي بي لماذا لا تعطوا قروض للزراعة بشكل واضح ومحدد. قال نحن كيو أن دي بي في اتفاقنا مع الكيان الصهيوني، هو كل شيء الكيان الصهيوني، ممنوع نعطي قروض في تتعلق بالأرض. بفهم من مؤسسة دولية بس لا أفهم ذلك من الواقع الفلسطيني، من السلطة الفلسطينية. هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا ما يتعلق بالصناعة، قبل 7 سنين كنا إحنا جزء من الأردن، وكانت يفترض أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية أحسن من الأردن. إذا قارنت النمو الصناعي في الأردن مع النمو الصناعي في الضفة الغربية بعيدا عن قطاع غزة، الأردن سابقتنا بكثير. إذا نحن تراجعنا جدا. إذا هذه المليارات أين ذهبت؟ ذهبت المليارات يا سيدي في إقامة الجهاز البيروقراطي الهائل من موظفي السلطة، والذين أيضا غير محدد الرقم. السلطة تقول 180,000 ربما أكثر. إذا نحن قوة العمل التي يجب أن تنتج في الزراعة والصناعة، بدل أن تخصص مثلا 14,000 دولار لخلق وظيفة في الزراعة أو في الصناعة، أنا أعطيها راتب لشخص معين لمدة لسنة، وفي آخر السنة هو لا ينتج، هو فقط يقوم إذا كان ربما شرطي، ربما يكون موظف وزارة الصحة الزراعي إلى آخره، ولكن بأعداد أكثر من حاجة هذه المؤسسات، وهذا طريق لهدر الأموال. وذلك قوة العمل المحلية هي هذا بنقدر نعتبره هدر دكتور، وهذا طبعًا. يعني سؤالي الأخير لك في هذا طبعا في هذا الوقت، هذا مش شيء ممكن نعتبره إهدار للمال طبعًا. وبالتالي حولنا الاقتصاد لاقتصاد هذا على فيه. الأقل عجز في الإدارة المالية في إدارة الاقتصاد، ولذلك قوة العمل المحلية مقسومة لقسمين، قسم موظف وقسم صافي في الدور عشان يتوظف صافي عشان يتوظف، وهذا غير طبيعي. هذا مجتمع لا ينتج. إذا بأقل من دقيقة دكتور، هل كان هناك جدوى من 24 مليار خلال السنوات الماضية تحت بند مساعدات أو تمويل دولي؟ لم تكن هناك جدوى، ولم تكن هناك إدارة مالية دقيقة. أشكرك دكتور عادل سمارة، شكرا، يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. دكتور سمير عبد الله وزير التخطيط السابق، اهلا وسهلا فيك في برنامج كواليس الاقتصاد. اليوم يعني مخصصين حصه هيك لموضوع المنح الدوليه او ما يسمى بالتمويل الدولي. وبدايه مع ضيفي في الاستوديو السابق كنا بنحكي عن موضوع الجدوى الاقتصاديه من هذا التمويل، وتطرقنا لبعض المعطيات والمؤشرات حول اين ذهب هذا التمويل. بمعنى في هناك مبالغ قدرت بالعديد من المليارات، رقم بيحكي 24، رقم بيحكي 15 إلى آخره، وهذا قد يكون جزء من محاورنا اليوم إذا الوقت أسعفنا حتى نعرف بالضبط ما هو الرقم الحقيقي اللي وصلنا من 94 حتى اليوم. المطلوب هل كان هناك جدوى على أثر أي مشروع اقتصادي في هذا العالم بحاجة لجدوى اقتصادية؟ هل كان هناك تقديرك كرجل اقتصاد وكوزير سابق لأكثر من حكومة، هل كان هناك جدوى اقتصادية أو هناك جدوى اقتصادية للتمويل الدولي؟ دكتور سمير عبد الله تفضل. يعني نحن يمكن نكون مش وحيدين في العالم اللي نتلقى معونات دولية. نحن ربما أمامنا تجربة عشرات وربما مئات الدول النامية. المعونة الدولية كانت في أحيان ناجحة وفي أحيان فشلت في تحقيق التنمية في تلك الدول.
وهذا توقف عمليا على القدرة المحلية على توجيه هذه المعونات للأولويات الوطنية لتلك الدول، وقدرتها على الاستخدام الفعال لها واستيعابها بصورة مناسبة. في دول نجحت وفي دول للأسف فشلت. بالنسبة لنا نحن الوضع إلى حد ما مختلف. نحن جاءت لنا المعونات الدولية كجزء من لدعم عملية سلام لم تكتمل. عملية سلام بعد ما احنا بنعرف انه اول مؤتمر للمانحين عقد بعد اسبوعين بالضبط من توقيع اتفاق اوسلو في سبتمبر 93، وهذا الاجتماع حضروا عدد كبير جدا، مش اقل من 80 دولة وجهة مانحة، وجرى التزام او تعهد بتقديم 2.4 مليار دولار في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت يعني احنا شعرنا حتى انه هذا اقل مما هو مطلوب لمواجهة تحديات التنمية، وخصوصا انه العمل التنموي سيبدأ في فلسطين في ذلك الوقت بعد سنوات طويلة من عام 67 ل 94 عمليا او ل 93 لم تكن هناك تنمية. الاحتلال كان ينفق اقل من 1% من الناتج المحلي الاجمالي على التنمية، وهذا يعني بالنسبة للبنى التحتية على الأقل حتى تنمو أو حتى تتطور البنية التحتية وتكون ملائمة لاقتصاد يعيش بصورة طبيعية ويفتح المجال أمام الاستثمارات، يجب أن ينفق 4% 4% من الناتج المحلي الإجمالي على البنى التحتية، ونحن نعني البنى التحتية الطرق والمياه والكهرباء وما شابه، ليس المسائل الثانية. يعني من هون جاءت هذه المعونات، ونحن لم تكن لدينا أصلا مؤسسات. أول ما أسست مؤسسة المجلس الإعمار اللي هي بقدار أسست في ذلك الوقت للتو، يعني ليس لديها رصيد من الخبرة كيف تدير المعونات الدولية، وبالتالي المعونات الدولية في ذلك الوقت كانت اللي بحط البرامج هو البنك الدولي اللي كان يتولى سكرتارية الدول المانحة، وضع برامج وبدأت البرامج في التنفيذ طبعا بالتعاون مع المؤسسات التي والخبراء الذين اندمجوا في العملية التنموية في ذلك الوقت. يعني نستطيع أن نقول بأنه يعني جرى تحسين كبير على البنى التحتية، ولكن يعني لم يكن بالإمكان، يعني هنا إذا بنرجع ليش المعونات الدولية، لم يكن بالإمكان للسلطة الوطنية الفلسطينية بمصادرها الخاصة أن تقوم بأي عمل تنموي. كانت التنمية من ألفها إلى ياءها ممولة من الخارج، وهذا اللي هو يعني كان جزء من لمساعدة السلطة أن تقدم شيء وأن تنتقل بالاقتصاد الفلسطيني إلى حالة أفضل، وتشعر المواطنين بإيجابيات عملية السلام أو بنتائج عملية السلام. واستمر الوضع طبعا لاحقا. وأود أن أقول يعني أنا لست راضيا، يعني إذا تسألني الآن إذا بدي أقيم التجربة الماضية من عام يعني من البدايات حتى عام 2007 التنمية بشكل عام كانت تقاد من الجهات المانحة. والسبب في ذلك ليس الجهات المانحة وحدها فقط، يعني الجهات المانحة كمان يعني لم تجد أمامها خطط وطنية شاملة متكاملة اللي تجبر الدول المانحة على الالتزام بهذه الخطط، أو إنه هذه الخطط يعني تقدم للمانحين ويوافقوا عليها وتكون هي بالنسبة لهم بمثابة عقد مشترك ما بينهم وبين السلطة لأن تكون المنح والمعونات تصب في هذه الخطة. هذا الكلام يعني خلنا أقول لا يعني إنه ما كانش في محاولات. مفهوم. كان في محاولات تخطيط فلسطينية، وضعت خطط إنعاش وخطط يعني كانت بعد عام 2000، وكان في أول خطة متوسطة المدى وضعت في عام 2007، ولكن تعطلت بعد الانتخابات وبعد إتيان التغيير اللي صار في الحكومة والمقاطعة وغيرها. بعد 2007
اختلف الوضع، يعني في خطة الإصلاح والتنمية ربما تكون هي الخطة الأولى اللي بتكون خطة مشتركة، خطة وضعت بالتعاون مع الجهات المانحة، وكان في التزام بالطرفين، التزام من الحكومة الفلسطينية ومن الوزارات الفلسطينية بهذه الخطة، وطلب من المانحين أن يلتزموا فيها كإطار للتنمية، وكانت بداية جيدة. وأنا بعد بتذكر أنه ربما من كل المانحين اللي كانوا يعني في ذلك الوقت مساهمين في تمويل الخطة من خلال طبعا التزامهم في مؤتمر باريس في نوفمبر 2007 كلهم التزموا، فيما عدا 2 أو 3 يعني ظلوا حابين أنهم يشتغلوا بالطريقة القديمة، ولكن فيما بعد التزموا. طيب. وأصبح ليس بمقدور الجهة المانحة أن تسوق مشروع هي ترغب في تنفيذه هنا وهناك. ليش؟ لأنه بالأساس انه في التزام، في خطة يعني ملزمة للطرفين. نعم. وفي التزام كمان من الوزارات الحكومية الفلسطينية اللي بطل ممنوع عليها انها تدخل بالخطة او انها تسوق خط مشاريع غير مش موجودة في الخطة، وبالتالي بدأ هذا الالتزام. طيب. اذا في البداية دكتور يعني نعترف انه كان في هناك عبء من طرفنا بانه احنا مش جاهزين كتخطيط، نحكي للمانح تفضل أعطيني أموالك اللي أنا بدي أوظفها بالبنود الفلانية أو بالقطاعات الفلانية. بدي قبل ما نرجع لهذه النقطة حتى نشوف الفرق ما بين 94-95 حتى اليوم كيف كنا أو وين وصلنا، في تقرير صغير عدوا زملائنا في تلفزيون وطن، خلينا نشوف التقرير شو بيحكي من الشارع. طبعا أنا بعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم، أوروبا إجمالا يعني عن طريق الاتحاد الأوروبي بتحول الأموال، الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعني تقدر تقول بريطانيا، فرنسا، روسيا. يعني أغلب المشاريع اللي بنشوفها يو اس ايد بنشوف من الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي يعني إجمالا يعني هي اللي دائما تدعمنا، يعني بجوز إن يعني دول عربية سعودية وقطر أكثر شيء بيعطوا لفلسطين. بالنسبة للأوروبيين هدلاك مؤسسات، هدول دول صاحوا هذا القرار بتصرفوا زي ما بدهم. أما في أوروبا في المجلس الأوروبي يعني بيجتمعوا بيقرروا، لأنه في ميزانيات سنوية تعطى، هاي مؤجلة شوي الآن. أمريكا بتعطي 400 مليون أو أكثر، والله يمكن نسيت للعدد، بس يعني حوالي هيك شيء. تذهب لمنظمات الان جي او ولسلطة. يعني احنا بنشوف مشاريع باسم الدول المانحة زي مشاريع إعادة تأهيل الطرق، زي مشاريع تخدم المجتمع نفسه، شغلات زي هيك. ما بعرف، بحكوا انه يعني بيعملوا مشاريع في البلد، مثلا شوارع، مثلا كمؤسسات دعم مرات تيجي للفقراء، بس هذا الاشي احنا بنسمعه سمع بس ما بنشوفه يعني على الواقع. اموال الدول المانحة للأسف انها بتذهب للسلطة، والسلطة يعني دائما تبكي على ماذا لا اعلم. يذهب بعضه في بعض في المشاريع، والبعض بيروح لفلفة، وبالعامية بنقول سرقة علنا يعني بدون مواربة، لأنه أموال كتير بتيجي وما بتبين. ذلك الشعب بيتساءل أين تذهب هذه الأموال، سؤال منطقي موضوعي مطلوب، والناس بتعرف الجواب، لكن بدنا صاحب القرار يقول هذا الجواب. طيب إذا هذا كان تقرير من الميدان، يعني آراء مختلفة بين المواطنين كما تعلم، بس حبيت أنا أقارن فيه نربط قضية وين بيروح هذا المال، بغض النظر أنه لسه ما حددنا الرقم الحقيقي للتمويل اللي وصلنا، التمويل الأجنبي اللي وصلنا. في السابق حكينا ما كان في خطط لنحكي للممول أنا بدي هاي القطاعات أدعمها، بدي صناعة، بدي زراعة، بدي تطوير بنية تحتية، بدي تعليم، بدي صحة إلى آخره. اليوم تقديرك إحنا أكثر جاهزية وأكثر شفافية، جاهزين بتقارير تنموية بعيدة الأجل خاصة فيها أننا خطها أعتقد لل 2015 بعد ما خلصنا المرحلة الأولى من خطة 2007-2008-2010. هل الآن الوضع بالفعل بيوحي والإجابة للمواطن اللي بيتساءل الآن هذا المال عم بيجي وعم بتوظف بالشكل الذي يجب؟ إذا كان بدنا نخرج بإجابة في نهاية هذا الحوار، كان هناك جدوى اقتصادية من التمويل الدولي؟ نعم، أولا يعني حتى ما نظلم المؤسسة الفلسطينية، في السابق كان في خطط وكان في برامج، بس كانت لا يعني كانت ما كانت مجموعة في خطة واحدة ملزمة للسلطة أو وحتى نتقدم فيها لإلزام الجهات المانحة فيها. نعم. وبالتالي كانت كل وزارة هي وشطارتها
وفي وزارات كان عندها امكانيات انها تجيب معونات اكثر مما من قدرتها الاستيعابيه وربما لمشاريع لا تحظى باولويه بالمقارنه مع وزارات ثانيه، وزارات اخرى ما كانتش بتحصل على تمويل لانه هي ما عندها قدره في استقطاب التمويل، وبالتالي كانوا المانحين في ذلك الوقت هم اللي بيقرروا، لانه امام هذا التنافس بين المؤسسات الفلسطينيه المختلفه كانت من يقرر عمليا هي الجهه المانحه. يعني هذا اولا. هلا يعني في التمويل وين ذهب؟ أين ذهب؟ أنا من 94 لغاية 99 أو لغاية 2000 اللي هي فترة، يعني خلنا نقول الفترة الأولى، إحنا ما كنا بحاجة لتمويل لعجز الموازنة لأنه ما كانش في عنا عجز في الموازنة، كانت الموازنة متوازنة وكانت يعني كنا مدبرين أمورنا في الموازنة الجارية للسلطة. هلا كل التنمية اللي كانت تتحقق في ذلك الوقت المشاريع التنموية كانت تمول من الخارج من الدول المانحة، وبالتالي كل المعونات الدولية في تلك الفترة ذهبت لتمويل مشاريع. وهذه المشاريع طبعا في منها مشاريع مهمة جدا وضرورية زي بناء المدارس وشبكة الطرق وشبكة المياه وشبكة الكهرباء وغيرها، كل هذه مشاريع كانت ممتازة، ولكن كان في جزء كبير من المشاريع بناء قدرات وتدريب ودراسات وغيره. يعني أنا بعتقد أنه كان في تبذير في هذا الجانب اللي بيسموه المساعدة الفنية، وكثير من المانحين بفضلوا المساعدة الفنية لأنه هي عمليا جزء كبير منها بيرجع لبلادهم. يعني كونك دخلت في هذه النقطة دكتور حجان عشان يعني ناخذ الإجابة على السؤال اللي بدنا إياه بداية، هل صحيح بأنه حوالي 50% من قيمة المساعدات بترجع على نفس الدولة المانحة على شكل دراسات وأطنان من التقارير وخبراء اللي بياخذ $1000 يوميا واللي عنده السيارات واللي عندهم الإمكانيات وكل شهر شهرين بسافر، هل صحيح أنه نصف هاي القيمة تقريبا بيرجع لنفس الدولة المانحة على شكل رواتب ومعدات وخدمات فنية؟ بتوقف هذا من مشروع أو من برنامج إلى برنامج آخر، هذا بتوقف. يعني في برامج أنا بعتقد أنه أكثر ممكن 80% من المشروع أو من البرنامج يعاد تدويره للجهة المانحة، لأنه اللي بتنفذ جهة من نفس البلد المانح. نعم. أو أحيانا المشتريات بتكون من الدولة المانحة، يعني أحيانا إذا بصير في معونة سيارات ترسل السيارات، ولكن السيارات كلياتها عمليا تشترى من البلد المانح أو معدات أخرى. يعني هذا بصير، وجزء كبير من المعونة برجع للدول المانحة. يعني في المنحة في دول تعطي منحة للقطاع الخاص وبس، بتشترط عليه أنه يشتري المعدات من عندها، وبالتالي 100% يعني عمليا المصاري ما بتيجي لفلسطين، رأسا تذهب للشركة الموردة للمعدات اللي بتقدم معونة للقطاع الخاص. يعني لا خلل في ذلك، هذا لا خلل إذا بيكون في شفافية، يعني بمعنى أنه أن يجري تزويد الـ يعني سواء كانت الأداء أو السيارة أو الـ يعني المطلوب، الماكينات المطلوبة بتكون بالكفاءة المطلوبة. نعم. الكفاءة اللي هي يعني متناسبة مع مستوى التكنولوجيا الحالي، ما تكونش تكنولوجيا قديمة وما تكونش معدات غير صالحة. هذا يعني هذا هو الأساس. أما أنها تكون حسب أنه لازم يكون المشتري من هون كمان له رأي فيها، أنه ما بصير هو يشتري أشياء يعني بتكون انتهت، مثلا إذا كانت أدوية معونات أدوية، أنه يشتري أدوية يقبل أنه يتورد له أدوية مش ضايل على تاريخ انتهائها بضعة أشهر. يعني في أشياء في أصول في أصول. يعني هذا أما اقتصاديا يعني لا ترى خلل في ذلك، أنه والله 50% أو 60% من هاي المبالغ عمليا عم ترجع لنفس الدولة المانحة بخبرائها وفنياتها ودراساتها وتقنياتها ومعداتها. يعني هذا ما هو جزء من لعبة المعونات الفنية، المعونات الخارجية. يعني أحيانا الدولة ترغب في انها يعني بكون عليها اشتراطات احيانا، انه هاي المنحه يجب ان تستهلك في شراء خبرات او خدمات او معونات من نفس الدوله. يعني في 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 احيانا بتكون في العقود، يعني في دول لا تنتبه لهذه المساله. طيب بالعوده العوده للموضوع. ما كناش جاهزين في البدايه باعتبار انه يعني بدايه حكومه وبدايه سلطه، وهذا امر طبيعي، ما حدا بيكون جاهز. يعني وكان في تقصير بصراحه. تقديرك يعني الان
الان بعد 2000 بعد عام 2000 اقول لك اصبح الجزء الاكبر من المعونات من عام 2000 لغايه الان مطلوبه لسد عجز الموازنه اللي بدا يظهر بعد بدايات الانتفاضه الاولى وبعد طرد العمال الفلسطيني في اسرائيل وبعد التراجع الكبير اللي صار في الاقتصاد الفلسطيني وبعد فرض نظام الاغلاق المشدد اللي ضرب الاقتصاد وجعل يعني واصبحت البطاله في ارقام خياليه يتوصل 30 و40%. وبالتالي السلطه كان امامها يعني باتت السلطه تستخدم موازنتها العامة وجزء كبير من موازنتها العامة كشبكة أمان من خلال توظيف العمال ومن خلال برامج التشغيل ومن خلال إلى آخره، فزاد القطاع الحكومي وأصبح عبء يعني أصبح في ضرورة لسد هذا العجز من الخارج، ما عادت الموارد المحلية اللي تقلصت أصلا. بس تقديرك هون دكتور احنا ما كنا سبب في هذا في هذا في هذا الموضوع، بمعنى توظيف هائل أدى لتآكل هذا التمويل، بدل ما نوظف هذا التمويل أو جزء منه على الأقل بدعم قطاع الزراعة، دعم قطاع الصناعة، نفتح فرص عمل للشباب الواعد أو للعمال اللي طردوا من إسرائيل بعد الانتفاضة بال2000. هل تقديرك كان الصح أن نوظف بلا رقيب، نوظف بشكل هائل ومن ثم نصير نقول احنا بدنا نحاول نغطي رواتب هذول الموظفين، وصفت بالفعل التمويل الدولي الغاية الرئيسية منه أو الحصة الأكبر عم بتروح لعجز الموازنة اللي أصبحت غير متوازنة؟ لا هذا خطأ جسيم، بالعكس يعني كانت رؤية يعني قصيرة النظر إنه حل هذا الإشكال من خلال التوظيف في الحكومة وزيادة عدد القطاع الحكومي، ونحن نشوف إنه هذا عبء مستمر. تمام. لأنه هذا يعني بشكل تشوه كبير، مش سهل الخروج منه، وأمامنا تجربة الدول اللي حوالينا. يعني حاليا كل الدول بتحاول تخرج من مشكلة كبر حجم القطاع الحكومي وتحوله إلى عبء كبير على الاقتصاد. هذه المشكلة للأسف نحن وقعنا فيها، وكان ممكن نتجاوزها وممكن إنه والخروج منها ليس بقرار، يعني إحنا بنحكي عن يعني توريط اقتصادي. طبعا بحاجة لعقود يعني بين الزمن بجوز أو فترة طويلة حتى تحاول تتخلص من جزء من مخلفاته، إذا صح التعبير، كمخلفات اقتصادية أثرت عليه. هذا صحيح. هلا يعني هذا استمر الوضع إلى غاية 2007، وإحنا ب 2007 كان في مسألتين، يعني واحدة يعني سلبية جدا اللي هي الانقسام وخسارة قطاع غزة. نعم. وخسارة قطاع غزة كاقتصاد وكمساهم في الإيرادات العامة وكمصدر للصادرات الضفة الغربية، وهو مصدر لجزء من واردات الضفة الغربية كمان، يعني هاي العلاقة الاقتصادية الثمن باهظ جدا. يعني أسوأ شيء احنا أكثر شيء بنحكي فيه إنه الموازنة الفلسطينية من ذلك الوقت لليوم 45% منها ينفق منها 45% منها ينفق على قطاع غزة بدون ما يكون في أي عائد. صحيح. عمليا يعني عمليا هذه خسارة صافية، كل ما هنالك إنه هو يعني التزام السلطة، ملاحقة التزامات السلطة تجاه الموظفين وتجاه بعض القطاعات وبعض المشتريات وبعض شبكة الأمان. ولكن في المقابل من قطاع غزة كان بيساهم في الموازنة العامة 28%، أصبح الآن يسهم بأقل من 5%. هذا إضافة يعني إحنا هذا بنحكي فيه كخسائر نقدية مباشرة، ولكن في خسائر اقتصادية كبيرة عمالها تصير. على أي حال من عام 2007 وصار في 2007 صار في يعني حالة يعني فرض حالة من الأمن والأمان وإنهاء الفوضى، وبدأت عملية التنمية تستعيد نشاطها. هنا أصبح العبء يعني العبء المطروح أمام الدول النامية أكبر، وبالتالي عقد مؤتمر باريس للمانحين وحصلنا فيه على التزامات حقيقة غير مسبوقة. يعني والعالم أعطانا في ذلك الوقت 7.7 مليار دولار، بينما احنا كنا طالبين 5.6 مليار دولار، يعني 40% تقريبا اكثر مما طلبنا. ولحسن الحظ انا بقول انه كل هاي الالتزامات تقريبا قدمت، فيما عدا بعض الدول اللي هي لسبب او لاخر توقفت او لم تدفع. وهذا من يعني سخاء سياسيا ولا يعني كيف هو يعني
هو عادة ربما. عادة احنا بنشتكي انهم مش عم بيلتزموا بالتمويل اللي صار خاصة بعد حرب غزة الأولى والثانية، مش عم بيلتزموا بالحد الأدنى. ومع ذلك أنا بدي أروح على نقطة ثانية إذا بتسمح لي دكتور، قبل ما ننزل للجمهور مرة ثانية خلينا نظل دائما قريبين من الجمهور، نشوف انطباعات الناس. وسؤال طبعا يطرح من الـ من الـ من العديد من جمهورنا، هذا المال وين بروح؟ برضو طبعا رح نرجع نشوف قيمة هذا التمويل قديش كان، لكن لنعرف وين بروح. الآن بال94 أو بالبدايات اتفقنا أنه ما في كان تخطيط أو كان في هناك شوية سوء في التخطيط حتى ما نعرف نمول هذا المال بأي طريقة. تقرير صدر أو دراسة صدرت عن وزارة التخطيط 2012 شهر 11/2012 بقتبس منها طبعا، هي وزارة التخطيط تدعو لوضع سياسات تنموية فاعلة لتحديد الأولويات الفلسطينية. أشار التقرير بنهايته ولفترة تتجاوز العقد تعكس عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني الخروج من المأزق الحالي وهو استمرار القيود الخارجية المكبلة. طبعا هو أعاز للتكبيل من قبل التمويل الأجنبي، وانعدام السياسات الداخلية المحرك. وهي النقطة اللي بدي أركز عليها دكتور، احنا الآن بال 2012 وهي دراسة بال 2012، في البداية نستطيع أن نتفهم كان في هناك سوء تخطيط وهذا أمر طبيعي جدا. الآن احنا بال 2012 ولسه بنحكي عن سياسات داخلية محركة لكن مش بالشكل الذي يجب حتى توظف هذا التمويل بالقنوات المطلوبة. نسمع الإجابة ونمر على التقرير دكتور. يعني شوف، أول شيء بدي أجاوبك على السؤال الأساسي، أين تذهب هذه الأموال؟ وأنا حتى المواطن، لأنه يعني أغلب المواطنين يعني ما بيشوفوا كيف بتروح. أولا من الـ 94 لليوم كل، إذا يعني إلا يعني بديش أقول كل، خلنا أقول معظم، يعني 90% من المعونات التي تذهب للتنمية تدار بواسطة المؤسسات الدولية نفسها. ولا يعني السلطة واحد سلطة بتقاتل، يعني قديش الدكتور سلام فياض حاول انه التنمية اموال التنمية تذهب من خلال الحساب الموحد، هو في احسن الاحوال حصل على ما لا يزيد عن 80 ل 90 مليون دولار سنويا، اللي هي راحت لتمويل المشاريع الصغيرة، اللي هو طبعا اعتقد واللي بعتقد انه هذا جزء منه صحيح، يعني انه في الانتظار تنفيذ المشاريع الكبيرة يحتاج إلى وقت طويل، وخصوصا أنها مرتبطة بموافقة الاحتلال، وبالتالي فلنذهب لمشاريع صغيرة هنا وهناك تستجيب مع أولويات الناس وننفذها حتى الناس تحس بأنه الحكومة قادرة أنها تقدم لهم شيء. هذا استطاع أنه يعني الأموال اللي استطاع أنه يجندها كانت أقل بكثير من المشاريع اللي فتحتها الحكومة في ذلك الوقت، وبالتالي هذه شكلت عبء على الموازنة، اضطرت الحكومة تمولها من الموارد الثانية بدون ما يكون في لها تخصيصات من هنا وهناك، نفذت من الموازنة، وربما هذا شكل بشكل أو بآخر معطاش مرونة للموازنة فيما بعد، أنه يكون في عنا احتياطات تنقل يعني أو توفيرات ممكن نقلها من سنة لأخرى. على أي حال، ما أود قوله أنه أموال التنمية كانت تذهب للمشاريع. هلا في المشاريع انا بقول انه ربما في بعض المشاريع لها فعاليه كبيره، وفي مشاريع ما لها فعاليه وحاجه ضروريه، في مشاريع بنيت وبعدين تبين انه استفاده المواطنين منها لم تكن كما يجب، ويعني في 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 امثله على ذلك. هذا 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 هنا يعني في مشكله ثانيه، مش مشكله سرقه او فساد او غيره، يعني او حتى اذا الجهه المانحه نفسها مشكله يعني التخطيط، نرجع نحكي هيك، المشكله في التخطيط دائما، لا هي المشكله في انه طبعا في المشكلة في أنه يكون في قيادة لعملية التنمية، قيادة محلية لعملية التنمية، أنه يكون في حكومة تضع خطة وتلتزم فيها وتلزم وزاراتها فيها قبل ما تلزم المانحين. هل هذا موجود دكتور؟ الآن أصبح موجود. أصبح موجود. أنا بعتقد. من متى يعني موجود؟ من متى موجود؟ أنا بعد من 2007. 2007 موجود. لغاية الآن حتى المشاريع التي كانت تذهب للجهات للمؤسسات. الموجود بمعنى دكتور تخطيط ورقابة ولا بس رقابة إنه وين هذا المال بيروح؟ طبعاً. هل في خطة خلال العشر سنوات القادمة مثلاً وين هذا المال بده يصرف؟ شو التقديرات؟ شو الأموال اللي راح تجينا؟ وين أولوياتنا؟ على اعتبار عفوا يعني دكتور البعض يدعي انه هذا المال كله راح اصبح شكله اخذ طابع الاغاثه اكثر منه طابع التنميه. في جزء كبير من الاسف الشديد اشوال سكر لنابلس واشوال طحين لرام الله، هي هذا التمويل الدولي صار ولا المقصود فيه بالفعل حقق نوع من التنميه خاصه في القطاع الزراعي اللي حكومتنا بتنفق عليه اقل من 1%. من عام 2000 لعام 2007
أغلب المعونات كانت معونات إنسانية. نعم. وبعد كمان حتى بعد يعني الحصار بسبب الحصار على غزة، وما زال لغاية الآن قطاع غزة يتلقى 80% حسب أرقام المؤسسات الإنسانية الأونروا وغيرها اللي بتوزع مساعدات غذائية، بتقول 80% من أسر غزة تتلقى معونات. يعني هذا واقع، الواقع الإنساني اللي صار بعد عام 2000 وكان واقع صعب، وكان إشي طبيعي إنه الأولويات لحياة الناس إنها ما يكون في مشكلة إنسانية، لأنه إذا بدك تبني مشاريع تنموية لمين بدك تبنيها إذا كان الناس هم يعني في وضع صحي وفي وضع إنساني صعب؟ الأولوية الأمن الغذائي هذا تغير الآن. نعم. هذا ونتأمل أنه يستمر في التغيير. ولكن ما أود قوله أنه الرقابة، يعني رقابة الجهات المانحة على أموالها، يعني إحنا ما عندنا سيطرة عليها، إحنا إلنا سيطرة على أنه المفروض أنهم ما يعملوا مشاريع. هم براقبوا فعلا دكتور قبل ما نأخذ التقرير، هم براقبوا فعلا على أموالهم ولا؟ لا طبعا، ولا براقبوا أموالهم طبعا. حتى يعني الدول العربية اللي ما كانت تهتم الآن يعني في هذا من جديد، بس في السابق ما كانوا يراقبوا هيك نحكي؟ في السابق هو كانوا يذهبوا، يعني هم مخصصين هذا المبلغ الفلسطيني، خلص وصلهم انتهى الموضوع. حتى معونات الدول العربية في للمشاريع كانت تدار بطريقة ما من خلال صناديق عربية نفسها، البنك الإسلامي فيه الوجود هون، فيه خبراء، الصندوق العربي كمان فيه له خبراء بيروحوا بيجوا. نعم. يعني حتى الدول العربية كانت تستخدم أدوات دولية، كانت تستخدم البنك الدولي، كانت تساهم في مشاريع. البنك الدولي كان بيعمل مشاريع في المياه أو في الطرق أو في غيره، وهو بيحط مبلغ والآخرين كانوا بيلحقوه. يعني كان المشروع يكون 200 و300 مليون دولار، كان البنك الدولي بيحط 20 أو 25، والباقي كله بيجي من دول عربية ودول أجنبية. فالدول UNDP كان بيدير جزء كبير من المعونات، الأونروا كمان تدير معونات بنفسه. يعني كانت تدار خاصة المعونات اللي بتأخذ السلطة الطابع الإغاثي، وليس السلطة كانت متلقي لهذه المعونات. يعني كان دورها يعني أفضل شيء أنه يكون انتقاء المشاريع فعلا اللي بتستجيب مع الأولويات. طيب نشوف، نرجع للجمهور نشوف. نعم. الجمهور شو بيعرف عن هذا التمويل، وين بروح هيك نحكي. نعم. وين بروح نشوف الجمهور شو بيحكي. لا أثق أبدا أين تصرف هذه الأموال، لأنه في لجنة اسمها لجنة الفساد، شايفين، اكتشفت كثير من هذه الأمور، اكتشفت عفوا كثير من هذه الامور، انه في سرقات وفي نهب وفي تبذير وفي كذا. التبذير مبين عليهم اصلا، مبين يعني على هاي الناس، على المسؤولين، على السلطه، على الدنيا، على الرنجات، على السيارات، على الصرف، على البذخ، كله الشعب بيشوف. الشعب صاحب القرار وبفهم الخيار والمسؤوليه هناك في المقاطعه. احنا بنشوفه على ارض الواقع، اللي بنشوفه على ارض الواقع اوكي هذا بتصرف بالشكل الصحيح يعني، بس حجمها ممكن الواحد يعني ما بعرفش قديش حجمها. اكيد طبعا انا بتوصل للسلطة والجهات المسؤولة وهي بتوزعها يعني بطريقة عادية للاشخاص. لا اثق انا، لا يعني ما بعرف كتير يعني وين تصرف هاي الاموال. لا مطلقا، دائما نبكي الأموال اللي بتيجي عن طريق الدول العربية وعن طريق أوروبا وعن طريق كل الدول المانحة، المفروض أنها تفي بالغرض يعني بالحد الأدنى لمتطلبات الشعب الفلسطيني. يعني إحنا كنا نعول على السلطة من يوم أوسلو لحد هسه حوالي أكثر من 20 سنة، أو في حدود 20 سنة، لحد هسه ما فيش إشي يعني بيوحي إلى أن هناك يعني أيدي سليمة تتصرف بهذه الأموال. شكرا لجمهورنا الكريم بآرائه اللي أسعفنا فيها. 4 نقاط سريعة لو تكرم دكتور قبل ما نختم حلقة اليوم. أبدأ بالرقم، ما هو الرقم الحقيقي اللي تلقيناه من 94 حتى تاريخه على قاعدة أو تحت بند التمويل الدولي كرقم؟ هل هناك رقم محدد؟ يعني شوف أنا ما يعني مزبوط ما صعب الوصول لأرقام دقيقة في هذا، حتى يعني الجهات المانحة نفسها في عندها ما يسمى بالـ AHLC اللي هي اللجنة المؤقتة لإدارة المعونات اللي أسست في سبتمبر 93 في واشنطن لإدارة المعونات الدولية. نعم. حتى هذه قديش يعني كنا نحاول أنه نقدر نحصل فيها على الأرقام الدقيقة ما كان سهل، لأنه في كثير من الجهات المانحة كمان هي لا يعني في إدارتها للأمور في جهات عديدة وهم ما بيعرفوا. ولذلك لما كنا بنعمل إحصاء منهم نطلب منهم قديش انتوا صرفتوا هذه السنة،
كانوا بيعطونا ارقام مرات تكون خياليه بالمقارنه مع الارقام اللي كانت بتجيبها الوزارات والمؤسسات الحكوميه، لانه هم اي مبلغ بتحول من عندهم للجهه هون بيعتبروه انصرف، بينما هو ممكن يكون انحط في 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 صندوق احد المؤسسات اللي بتنفذ. نعم. ولسه ما في حتى تقدير دكتور حتى نطلع يعني تقدير المطلع. تقدير انا بدي اقول انه من 94 لعام 2000 كان لم تزد المعونات الدولية عن 300-400 مليون دولار سنويا. هلأ فيما بعد عام 2000 نحن أصبحنا بحاجة إلى ما لا يقل عن يعني 50 مليون دولار شهريا للموازنة الواحدة، يعني احنا بنحكي عن 600 مليون دولار. أقل تقدير هذا السنة. أقل تقدير. هو يعني الأرقام تقول أنه من عام 2000-2002 صار في عنا معونات تصل إلى مليار دولار. هلأ من عام 2007 اللي فترة الحكومة الحالية أو فترة الانقسام للأسف، إنه المعونات اللي اجتنا كانت غير مسبوقة، لأنه كانت وصلت للمعونات لأنها اجت في وضع كتير يعني كانت في أموال كثيرة على السلطة متراكمة، كان في للقطاع الخاص، كان في يعني لشركات الكهرباء، كانت حوالي 1.8 مليار خلال 2008-2009. نزلت لمليار ومليار و350 مليون في عام 2010، في 2011 صارت 750 مليون دولار، وفي 2012 لغاية الآن لم يصلنا يمكن الرقم اللي وصلنا أقل من هذا الرقم، حوالي 700 و800 مليون دولار. يعني ولا بأي شكل دكتور ممكن توصل ل 24 مليار خلال الفترة الماضية 94 لغاية 2011؟ لا يمكن نحكي لا يمكن 24 لا يمكن لا يمكن حتى يعني لا. اللي بتحكي فيه انت اقل من 20 مليار حتى، مش 24. اقل طبعا. هو اقل، وانا بعتقد يعني اذا يعني بديش اضرب رقم، بس بالنتيجه بس لازم نعرف انه التنميه بصراحه يعني في السنوات الاخيره صارت يعني تاخذ 300-400 مليون دولار، يعني هذه الجهات المانحه ما زالت هي بتشرف عليها يعني، وما فيما عدا المشاريع الصغيره اللي تنفذ من خلال حساب الخزينه الموحد. هلا بالنسبه للاموال اللي بتيجي للسلطه من عام 2002، من بعد ما بدا الاصلاح المالي وبدا صار في حساب موحد لكل الاموال حتى تصير رقابه مشدده، انا في اعتقادي صار ضبط كبير للمعونات الخارجية، كما كذلك الأمر ضبط للإيرادات المحلية وإنفاقها بصورة ملائمة. هذا لا يعني أنه ما فيش شيء، يعني أنه كل شيء صار 100%، ما زال ربما في خروقات وفي ناس يعني تستخدم نفوذها لإنفاق غير مبرر أو للحصول على 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 يعني امتيازات هي من حقها، ولكن نحن الآن في أدوات محاربة الفساد موجودة، وأنا في اعتقادي إنه جريمة الفساد لا تخضع للتقادم، وبالتالي سيأتي اليوم اللي كل واحد مد إيده على المال العام أو قام بخروقات في من خلال وظيفته إنه سيحاسب، وإحنا بنشوف إنه في ناس الآن أسماءها موجودة أمام المحاسبة وأصبحت يعني علنية، ما عاد في حماية لأي حدا بمد إيده على المال العام. طيب بدقيقة دكتور، بس يعني تتفق أو لا تتفق، دكتور عادل سمارة بيحكي لم تكن هناك جدوى من التمويل ولا استثمار حقيقي. لا أتفق معه. دكتور سميح حمود المحاضر في جامعة بيرجيت بيقول المنح قضت على إمكانية استقلال القرار الفلسطيني، تتفق معه؟ لا أتفق. شكرا جزيلا دكتور سمير عبد الله وزير التخطيط السابق، كنت معنا ضيف عزيز دائما على برنامج كواليس الاقتصاد. اشكرك. تحياتي. اشكرك. أهلا. 18 عام من التعويل على التمويل، هذا ما نحن عليه. بالرجوع الى خطة الاصلاح والتنمية 2008-2010 والتي ذهبت الى مبادئ اساسية، منها تعزيز التقدم والازدهار الوطني وتحسين مستوى وجودة الحياة. أين تحسين مستوى وجودة الحياة؟ وأزمة الرواتب والأزمة المالية المستمرة أصدق أنباء من الكتب. 24 مليار دولار أو أقل أو أكثر، لا يوجد رقم معلن وواضح لحجم التمويل
أو المساعدات، أيعقل هذا؟ فهل بات التمويل بحاجة إلى تمويل لمعرفة حجم التمويل؟ كنت معكم أنا طلعت علوي في برنامج كواليس الاقتصاد. السلام عليكم.